أنا الحق عليا، سايب اللي ورايا وجاي ألحقك. على فكرة كلموني من اسكندرية، قالوا لي إن القضية بتاعتك احتمال تتفتح تاني. قضية اللي تتفتح تاني مش خلصت خلاص؟ قضية اللي خلصت دي لسه هتبتدي. كل ما نقبض على واحد من رجال الجابر يطلع عنده اعتراف جديد. يا ست المفروض تستدني في حال الله يخليك، انا في اللي مكفيني. انا مش عارف الاقيها منين ولا منين. بعدين ما تدخلنيش مع ناس دي في شغل تاني عشان ده تمنه غالي. اغلى من حريتك يا عريس؟ قول لي حددت ميعاد الفرح ولا لسه؟ الله صحيح يا العروسة تعرف انت اتسجنت ليه؟ انا مش عارف موقفها يكون ايه لما تعرف. انا اكيد مش هقول لها، بس الله اعلم ممكن حد تاني يقول لها. طه انت هتسمع الكلام وتعمل اللي انا عايزه، ولو ما عملتش اللي انت عايزه بسيطة، يبقى الفرح هيتأجل 5 7 سنين لحد ما تقضي العقوبة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.